فقرة السوشيال ميديا وهنبتديها النهارده باسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي والعلق على قرار ايقاف ازار مهاجم النادي الاهلي وغيابه على النهائي الافريقي، وكتب على تويتر عماد النحاس ومحمد بركات وجلبرتو والله يرحمه محمد عبد الوهاب ومحمد شوقي، هذه الاسماء لم تلعب المباراه النهائيه ضد الصفاقسي سنه 2006، وقتها كان التعادل ما بين الاهلي والصفاقسي هو النتيجه الأسوأ للاهلي في القاهره، ثم بدون كل هؤلاء النجوم فاز الاهلي على الصفاقسي في تونس. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على الانستغرام فيديو طريف لمحترفنا محمد صلاح ولزميله لوفرن من رحلة الفريق لصربيا لمواجهة ريد ستار في دوري أبطال أوروبا، وعلقت لنظهر للكاميرا كم هو بطيء. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. We have this on camera, how slow he is. How? No, not cold, how slow he is. He's taking his time, but look the queue there. Look, people are waiting for you. Sorry. As always, slow. Put it higher. I should? Yeah. Can you put mine, please? وعالميا كمان نشر النجم الايفواري ديدي راجبا على تويتر صوره ليه وكتب اتمنى للمشجعين اسبوع رائع. كمان نشر الالماني مسعود اوزيل لاعب ارسنال الانجليزي صوره ليه على تويتر وكتب صلي واصبر وخليك على ثقه. كمان نشرت صفحه بلاتشر فوتبول على الانستغرام فيديو طريف من تدريبات توتنهام استعدادا لمباراه اينهوفن في دوري الابطال. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. كمان نشرت صفحة فوري إيمج على الانستغرام صورة لجونيور ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس الإيطالي وعلقت وقالت المستقبل. كمان نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة صورة على الانستغرام من تدريب الفريق قبل مباراة انتر ميلان في دوري الجاهزون لدوري الأبطال. كمان صفحة نادي برشلونة على تويتر فكتبت في مثل هذا اليوم عام 1991 سجل باكيرو هذا الهدف التاريخي ضد كايزر سلاوترن الألماني في الوقت القاتل من إياب ثمن نهائي كاس الأوروبا للأبطال، وبذلك ضمن برشلونة مواصلة المشوار في المسابقة القارية قبل أن يتوج بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه. تعالوا نروح نشوف الهدف ده ونرجع تاني. كمان نشر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صورة على تويتر وعلق عليها وقال عن إحساس دوري أبطال أوروبا. احتفلت كمان الصفحة الرسمية لنادي المان يونايتد على تويتر بذكرى تولي سير أليكس فيرغسون مهمة قيادة الفريق ونشرت الصورة ليه وكتبت في مثل هذا اليوم سنة 1986 أصبح سير أليكس فيرغسون مدرب للفريق والبقية كما يقولون تاريخ. كمان احتفلت صفحة الفيفا على تويتر بالذكرى دي وكتبت في مثل هذا اليوم سنة 1986 تم تعيين سير أليكس فيرغسون مدرب جديد لمانشستر يونايتد، أصبح النادي في عهده الأكثر شهرة والأغنى في العالم وكتب معه تاريخ جديد في البطولات وأصبح أسطورته والأنجح معه على الإطلاق. كلمات فيرغسون عند اعتزاله كان فخر وامتياز كبير لي أن أكون مدربا لليونايتد. أخيرا نشرت صفحة فوتبول تويت على تويتر فيديو لمهارة طفل صغير من مشجعين باولو ديبالا نجم اليوفنتوس الإيطالي واللي أحرز هدف رائع بطريقة مهارية واحتفل كمان على طريق ديبالا. تعالوا نشوف الفيديو.